مستمعينا الأعزاء عبر أثير إذاعة وسط الدلتا، معي ومعكم الآن الأستاذ الدكتور سعيد جمعة، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر فرع مدينة السادات. أهلا بك ضيفا عزيزا غاليا علينا الأستاذ الدكتور سعيد. أهلا بحضرتك والسادة الضيوف الكرام. أهلا وسهلا بنهنيك بحضرتك على المؤتمر اللي انتوا هتنظموه يوم السبت القادم إن شاء الله. يعني ده حاجة جميلة جدا، تحت عنوان هو المؤتمر الدولي للكلية تحت عنوان الوثائق الأزهرية في رحاب العلوم الإسلامية. ماذا عن فعاليات هذا المؤتمر يا دكتور سعيد؟ والله. فعاليات المؤتمر بدأت منذ فترة طويلة، لكن يوم المؤتمر إن شاء الله عندنا إن شاء الله جلسة افتتاحية بيحضرها إن شاء الله كبار أساتذة جامعة الأزهر، السادة نواب جامعة الأزهر، نواب رئيس جامعة الأزهر. كان بودينا سعادة الرئيس يكون موجود، دكتور محاصاوي دكتور وكيل الأزهر كان بودينا يكون موجود، لكن لظروف السفر اعتذروا وسيوصلون من ينوب عنهم إن شاء الله. بعد الجلسة الافتتاحية عندنا في المؤتمر عرض للبحوث التي تقدمت إلى هذا المؤتمر، وهي بحوث متنوعة بين بحوث في الوثائق الأزهرية متعلقة بعلوم الشريعة وعلوم اللغة العربية وعلوم كذلك أصول الدين والدعوة. فبعد ذلك إن شاء الله سنختم بجلسة ختامية نبين فيها وصايا المؤتمر وما تحتويه هذه الوثائق من علوم نافعة ومن قضايا تهم هذا الوطن وتهم العالم الإسلامي جميعا إن شاء الله. عنوان جميل، المؤتمر الدولي للكلية الوثائق الأزهرية في رحاب العلوم الإسلامية. نقول الدول المشاركة في هذا المؤتمر، وهل هناك يعني فيس تو فيس او اونلاين من خلال فعاليات هذا المؤتمر نظرا للظروف اللي بتمر بها البلاد من جراء فيروس كورونا؟ وبنحييكم على الاجراءات الاحترازيه والوقائيه اللي انتم بتنظموها يا دكتور. جزاكم الله خيرا. هو طبعا المؤتمر مؤتمر دولي، اغلب المشاركين فيه حقيقه من جمهوريه مصر العربيه، لكن عندنا بحوث مرسله من دول شتى، عندنا بحوث مرسله من المملكه العربيه السعوديه، بحوث مرسلة من ماليزيا، من إندونيسيا، عندنا بحوث مرسلة من دول كثيرة. والحقيقة العنوان والموضوع جاذب لكل باحث، لأن الوثائق الأزهرية لا تقتصر فقط على الوثائق العشر التي خرجت في الأعوام الأخيرة، لكنها تشمل كل ما صدر عن الأزهر منذ إنشئ الأزهر إلى يومنا هذا. يعني نحن نعتبر الفتاوى التي صدرت عن الأزهر وثيقة أزهرية، أي فتوى ما هي إلا وثيقة أزهرية. وثيقة أزهرية. بنعتبر أن الأرشيف الأزهر العلمي وأرشيف الأزهر الإداري وثيقة أزهرية. بنعتبر مواقف الأزهر وآراءه في القضايا التي مرت بها مصر ومر بها العالم كله، عندما يصدر الأزهر رأيا في أي قضية هذا بالنسبة لنا وثيقة أزهرية. إذا ليست الوثائق الأزهرية مقصورة على ما صدر في الأعوام الأخيرة فقط العشر وثائق، لكنها تشمل كل ما صدر رسميا عن الأزهر، لأن هذا الذي يصدر عن الأزهر ما هو إلا رأي الدين الإسلامي، كما نعتبر الأزهر ممثلا عن الإسلام في العالم كله، هو رأي الدين الإسلامي في القضية التي تطرح على مستوى العالم. فلذلك لابد من دراسة هذه الآراء، ولابد من دراستها لغويا بلاغيا نحويا، تدرس أيضا من حيث أصول الدين في علوم التفسير، علوم الحديث التي الأحاديث التي استملتها هذه الوثائق، علوم العقيدة، تدرس أيضا من ناحية الفتاوى الشرعية التي صدرت عن الأزهر، لأن احنا عندنا في قسم الشريعة هنا علم الفقه والفقه المقارن وأصول الفقه. فكل هذه الوثائق لابد أن تكون محل بحث من الباحثين والعلماء لدراستها وإخراجها الأزهر، لأنها رأي الأزهر في القضايا العامة، ورأي الأزهر في القضايا الدينية، ورأي الأزهر في القضايا الوطنية، ورأي الأزهر في قضايا الأمة، بل والعالم العالم كله. وده جميل جدا وبنحييك عليه، وبنحيي كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر فرع السادات. وبنقول أبنائنا الطلاب هيكونوا يوم السبت إن شاء الله
متواجدون بالكلية، ماذا عن الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعليمات اللي انت أصدرتها علشان حماية أبنائنا وبناتنا في العام الجامعي الجديد 2021-2022 يا دكتور؟ نعم، هو طبعا بالنسبة لهذا اليوم طبعا هو يوم دراسي عادي كأي يوم، لكن أنا خصصنا بعض القاعات للدراسة في هذا اليوم والبعض الآخر للمؤتمر، واتخذنا من الإجراءات الاحترازية بفضل الله تبارك وتعالى ما يحفظ لبناتنا إن شاء الله يعني صحتهم وسلامتهم. بالنسبة للإجراءات الاحترازية إن شاء الله لا دخول إلى المؤتمر إلا بالكمامة، التعقيم يبدأ كل يوم في الكلية وكذلك في المدينة الجامعية، التباعد بين الحاضرين سواء على مستوى الطالبات في المحاضرات أو مستوى الحاضرين للمؤتمر سيكون موجودا. الجامعة بفضل الله خصصت لنا بعضا من الأطباء والممرضات لأي حالة طارئة. في عندنا هنا الإدارة الصحية خاطبناها في مدينة السادات ووعدت إن شاء الله أن هي حتكون في خدمتنا في هذا اليوم لأي ظرف طارئ، ربنا يسلم الجميع. فإحنا بفضل الله اتخذنا كل ما يمكن اتخاذه من إجراءات احترازية ضمانا لصحة بناتنا وصحة ضيوفنا في هذا اليوم الجميل إن شاء الله. كنت ضيفا عزيزا غاليا علينا عبر أثير إذاعة وسط، أستاذ الدكتور سعيد جمعة عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر فرع السادات، من خلال المؤتمر الدولي للكلية تحت عنوان الوثائق الأزهرية في رحاب العلوم الإسلامية والذي سينطلق يوم السبت القادم. لك دائما التحية الأستاذ الدكتور سعيد. أشكرك وشكرا لك ولجميع العاملين في هذه الإذاعة، ونشكر كل ضيوفنا إن شاء الله اللي حيشرفونا، وأدام الله لكم الفضل والخير، والسلام عليكم ورحمة الله. وحتى ألتقي بكم دائما، تحياتي محمد سعد الإعداد والتقديم.